من هو لاعب منتخب المغرب الذي انضم لقائمة الفريق الأول لبرشلونة أمام ألافيز؟ تلقت الجماهير العربية عامة والمغربية خاصة خبراً مميزاً يوم الجمعة بعد استدعاء المدرب المؤقت لبرشلونة سيرجي بيرخوان للدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي من أجل خوض مباراة الفريق أمام ألافيز لحساب الجولة 12 من الدوري الإسباني. الزلزولي الذي بصم على مباريات مميزة جدا مع الفريق الثاني لبرشلونة هذا الموسم حتى الآن، كان من بين المفاجآت السارة في قائمة الفريق الكتالوني التي ستسعى للعودة لسكة الانتصارات بعد الهزيمتين المتتاليتين في الدوري أمام كل من ريال مدريد ورايو فايكانو، واللتين أدتا إلى إقالة الهولندي رونالد كومان من منصبه كمدرب للبارسا. فمن هو عبد الصمد الزلزولي؟ وما السبب الذي جعل بيرخوان يستدعيه للفريق الأول بهذه السرعة؟ يعد عبد الصمد من مواليد مدينة بني ملال المغربية سنة 2001، وهي المدينة التي قضى فيها جزءا صغيرا من طفولته قبل الانتقال للعيش في إسبانيا رفقة أسرته، وهناك أظهر قدرات كروية كبيرة جدا جعلته يدخل في أكثر من مناسبة في قوائم أفضل المواهب الإسبانية الصاعدة. قضى عبد الصمد جل فترة تكوينه الكروي مع فريق هيركوليس المنتمي لإقليم فالنسيا قبل أن يلفت أنظارك الشافي مواهب برشلونة في الصيف الماضي، ويتعاقد معه النادي الكتالوني مقابل مليوني يورو، وهو مبلغ فسخ عقده، ما يظهر إلى أي حد كان يثير اهتمام النادي. ويشغل الزلزولي مركز الجناح الأيسر، ويستطيع اللعب في الجهة اليمنى أيضا، ويتمتع بقوة بدنية كبيرة بالإضافة إلى السرعة وقدرته على الاختراق، وهو ما جعله يشارك كأساسي في جل مباريات الفريق الثاني هذا الموسم، ويشارك في مران الفريق الأول باستمرار قبل أن يحصل على فرصة العمر من أجل تمثيل الفريق الأول أمام ألافيز. وسبق لعبد الصمد أن مثل الفئات السنية الصغرى لمنتخب المغرب، حيث لعب لفريق أقل من 20 سنة وفريق أقل من 23 سنة أيضا، كما أنه يحظى بمتابعة خاصة من طرف مدرب الفريق الأول وحيد حليلوزيتش الذي لم يستبعد استدعاءه في قادم الاستحقاقات. لكن المفاجأة المميزة بالنسبة للمغاربة هو أن عبد الصمد ليس سوى واحد من بين أربعة لاعبين آخرين متواجدين حاليا في الفريق الثاني مع برشلونة. فهناك أيضا قيس رويز الذي يلعب كمتوسط ميدان بالإضافة إلى زكريا غيلان الذي يشغل مركز الجناح، دون نسيان الموهوب جدا إلياس أخوماش الذي يلعب مع فريق أقل من 19 سنة وشارك أكثر من مرة مع الفريق الثاني هذا الموسم وبصم على مستويات كبيرة جدا بما في ذلك في دوري أبطال أوروبا للشباب. فهل يا ترى نرى سطوة مغربية على الفريق الأول لبرشلونة في السنوات القليلة المقبلة؟